صبرا صبرا جميل ان شاء الله. تعال الله يهونها عليه يا رب، الله يرحمه برحمته. شو بدنا نقول؟ الحمد لله مطيع وخلوق ومن رواد الجوامع وبيحفظ حافظ قرآن وبيصلي بيقطعش فرض الحمد لله، ومعروف بين اصحابه، كل اصحابه بحبوه وكل اصحابه يعني بيشكروا فيه الحمد لله، اخلاقه حميده وكل إشي فيه الحمد لله. يعني كل أمي بتشتهي يكون عندها ولد زيه، الله يرضى عليه. هو أمير واسمه أمير وهو أمير، الله يرضى عنه دنيا وآخرة يا رب. إحنا خسارتنا فيه كبيرة طبعا، يعني شاب اللي زيه، بس شو بدنا نعمل؟ هذا قضاء الله والحمد لله، لا راد لقضائه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اللي حرموا أمه منه، حسبي الله ونعم الوكيل. شو بدنا نقول؟ أمير مش الشهيد الأول بهاي العائلة؟ لا، بقول لك ابن أختي بكون ابن سلفي محمد البسطامي، من 20 سنة استشهد. مش أول واحد، هاي تاني واحد البسطامي. شو بدنا نقول؟ الحمد لله. وأخوي حامد الصدر شهيد برضو، من 20 سنة استشهد بالانتفاضة. الحمد لله إحنا أخوات شهداء وأمهات شهداء، والحمد لله ابن أختي ولا ابني ولا أخوي كلنا نفس الإشي. حفيدي الحمد لله. شو بدي أقول؟ الحمد لله الحمد لله، الله يرضى عليه دنيا وآخرة. عمير دنيا وآخرة يرضى عنه. كالتي اليوم شفنا ألاف الناس شاركوا بتشييع جثمان أمير، هو عشانه بيشتغل دلوفري وكل الناس بتعرفه والأصحاب كتير وكل الناس بتحبه وخدوم، ولو بنص الليل لحدا بطلبه بيروح وبديهم بيجيب وودي، وطول الليل الله يرضى عليه. والله هو ما يعني زي ما بقوله بيركض ورا رزقه، ما بيعمل إشي طول وقت، واحد بيسعى ورا رزقه شو بده يعمل؟ يعني شو الغلط اللي بيعمله؟ حسبي الله عليهم، مش عامل إشي، هم دهسوه وهو رايح بقى يشتغل، يعني ما مش بوقت شغله، يعني هو بتأخر في الشغل، بضلوا للتنتين للثلاثة مرات حسب الطلبات اللي بتيجي.